الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الاحبه من ارض معرض بغداد الدول للكتاب الدورة ال24 واخر يوم للمعرض بعد 12 يوم باستمراريه من الساعه 10 الصبح ل 10 بالليل. شفنا اقبال كبير جدا، اختلاف هذه الدوره عن سابقاتها بامكانيات للشباب بتوفير لهم بمبادره اقرا، اللي نتمنى من البدايه اقولها نتمنى هذا الشيء يتفعل ويستمر وتحذو مبادره اقرا بقيه الوزارات، تفيد ايضا الشباب الموجوده في الدوائر وايضا الموظفين، حتى ايضا الكل مستفاد، الشباب وايضا اصحاب الدور النشر الموجودين. خلي اذكر دور نشر 450 دار بمشاركه 14 دوله، شفنا اقبال حلو عليهم. خلي اليوم نشوف اجواءهم الاخيره واللحظات الاخيره بوجودهم هنا في المعرض، انطباعاتهم، شنو الاشياء اللي ممكن يلاحظوها خلال هالايام ممكن نعدلها، راح نسالهم. لكن قبل كل شيء حابه اسلط الضوء على القدرات الشبابيه، بالتحديد بناتنا الحلوات اللي هم عندهم افكار حلوه، يشتغلون من البيت ومع ذلك الله وفقهم سووا مكتبه حانون. هذه المكتبه اللي صاحبتها حنين، بنيه تحب الفن، دارسه للفن وعندها معلومات حلوه، وفادت هذا الموضوع فاتها وزوجها ساندها، فقدرت انه تسوي مشروع. ما شاء الله عليها اقبال حلو. خلينا ننتقل لمشروع حنين، يلا مصورنا، خلينا نروح الحنين ونشوف شنو عدتها اليوم وبهذه الجوله. هم دا يسالوها هسه هي، بس ما ادري شلون راح تحكي. السلام عليكم حنين. اهلا، الله يخليك. الحمد لله. انا قلت انا اشجع هذه الطاقات الشبابيه النسويه اللي ايضا ساندت زوجك. اي بلي بيش دا يقول لك؟ 12. اوكي. انا هسه قاعد اشتري. اهلا وسهلا. زين انطي هذه، هو دا يشتريها منك. اخلي انطي فكره. حنين عندها فكره فن جورنال، هذا الفن اللي هو مو دخيل علينا الصراحه، احنا تلقائيا كنا احنا صغار اللي محبين كره القدم، محبين الفن، التمثيل، يخصصون دفتر ويخلون به ملصقات وذكريات وملاحظات. فن الجورنال هو فن مستحدث وموجوده هواي طرق تعليميه على اليوتيوب، هي سويته بطريقه مغايره، مخليه به كل الطاقات العراقيه من شعراء، كتاب، أدباء، أيضا المعالم العراقية. مثلا هذه الملصقات هي عبارة مثلا على المعالم العراقية، تأخذوها أيضا وتخلوها. خلينا نعرف تفاصيل أكثر. وي حنين، شلون بدت فكرة هذا البراند مالتج حانون؟ فكرة البراند أنا قبل يعني سابقا لما كنت صغيرة كنت كلش أحب فن اللي ألصق الأشياء حتى أكون خلينا نقول قصة خاصة بي، أو مثلا أسرد أحداث يومي بتلصيق الصور. فبديت العمل انه استورد اشياء من الصين، اللي هي المنتجات اللي خاصه بهذا العمل اللي هو فن الجورنال. ففكرت انه اني بدل ما اجيب اشياء انه هي مثل استوردها من الخارج، انه اسوي براند خاص بي اللي هو براند عراقي. براند يحكي انه البراند يحكي فكره هذا الفن بطريقه عراقيه، اللي هي مثل ما شرحتي حضرتك، هذا الثياب عباره عن معالم عراقيه، الدفتر اللي خاص بهذا البراند انه هو دفتر عراقي خالص، وكذلك عده اشياء يعني بعد قيد العمل. اضيفين افكار اخرى؟ بالضبط، افكار كثيره يعني صراحه. شوفين الشباب عندهم فكره على هذا الفن؟ والبعض منهم يسال ناشئ. هو اني يعني خطرت لي فكره انه اسوي كتاب فن الجورنال للي يسال، اللي يجي يسال مثل باغلب معارض الكتب صار 4 سنين تقريبا اشارك، يجون يسالون هذه الاشياء اللي شنو نستفاد منها او شنو ممكن نسوي بيها. فاني يعني خطرت فكره ببالي انه اسوي كتاب اشرح لهم هذا الفن وشنو ممكن يستفادون منه، حتى ممكن يفتحون بزنس خاص بهم يعني من هذا الفن، اللي هو مثلا يسوون كفرات هاند ميد او مثلا اغلفه كتب هاند ميد اللي هو من هذا الفن، ويقدرون يبيعون هو يستثمرون. وايضا ممكن يتوسع الموضوع، الديكورات خاصه لهم بالبيت، بالغرفه، بالضبط، مكتب خاص. بالضبط، المكتب الخاص بي اني غرفتي الخاصه ببيت اهلي كانت عباره عن الجدران عباره عن هذا الفن اللي هو تلصيق ورق جرائد وغيره. طيب تسالون دي يسالوك يمكن على اسعار معينه؟ لا زين اوكي، احنا ما نريد نشغل ثانيه واحده بالبوت. طيب سؤال اخر، انه اني بالاضافه لما ذكرنا من هذا الفن يفيد الانسان بحياته باختيار الديكور، في جانب حسي ممكن يفيد الانسان، شلون؟ التخلص من الطاقه السلبيه. انا هذا الفن ساعدني، انا ليش حبيته كلش؟ مريت بتجربه سيئه بحياتي او فتره خلينا نقول سيئه ممكن اي بنيه تمر بيها، فهذا الفن خلاني اتخلص من الطاقه السلبيه اللي ولدتها هذه الفتره. فبديت لمرحله يعني لمده شهر انه اني الصق واسوي، سويت لوحات عديده يعني بعضها هديتها لاشخاص عزيزين على قلبي، و
يعني بفضل هذه اللوحات انا تخلصت من طاقة سلبية كبيرة بداخلي. والان هسه انت تعملين على يمكن على الالكتروني، يعني عندك صفحة خاصة بيك، ما عندك مكتب او مكان محل؟ ممكن على المستقبل يكون لي مكاني الخاص، حاليا دا افكر على موضوع البراند، انشئ براند حتى اسوي له مكان خاص بي. شلون العالم تتواصل وياك؟ عن طريق الفيسبوك انستغرام؟ موجودة صفحتي مكتبة حانون على الانستغرام، يقدرون يتواصلون وياي بها رقم الخاص همين. حانون بس مكتبة حانون بدون اي سلاش. اوكي ان شاء الله تتواصلون وياه وتعرفون اكثر. وهذه موجودات اساعد كل الاشخاص اللي يحبون يبدعون هذا الفن او ممكن يحترفون. اختنا حنين من السماوه وحاليا في بغداد. وعندكم هذا الشوب شو اسمه؟ هذا الشوب عسل شوب اللي صديقتي هي من النجف، اكيد معروف. بس عسل شوب هي مختصه بالاشياء اللي توفرها، هي اشياء استيراد من تركيا، توفر جميع الاشياء المكتبيه اللي ممكن الاشخاص يستفادون منها. حتى اكو اشياء على الطلب يمكن. بالضبط كل شيء على الطلب توفره، وحتى ممكن يعني تساعد هواي اشخاص تذاه مشاريع. احسنت وشكرا جزيلا حنين، موفقه هاي ترزق يا ربي. الله يحفظكم شبابنا، يعني انا اشوفهم هوايه يحبون هذه الاشياء اللي تساعدهم على القراءه، تحفزهم شويه، محبين اكثر للقراءه. وهذه يعني انا قلت احنا بالبدايه من كنا اعمار صغيره احنا تلقائيا نحب الملصقات، وهسه اي طفل يشوفون دفتره كله ملصقات بهذا هذا فن. عندنا غير براند ثاني هماتين، مكتبه فوكس هي هماتين خاصه بهذا الموضوع، اعتذروا على المشاركه لكن ايضا موجودين. للاسف انه احنا اليوم اخر يوم، فممكن ان تتواصلوا وياهم عن طريق التواصل الاجتماعي، صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام. خلينا مستمرين وياكم محبتي، ننتقل لمكتبة الحق والحياة. السلام عليكم، أريد كلمة أخيرة منكم بواصلين وياهم عن طريق التواصل الاجتماعي. مشغولين البعض يمكن لأنه هذا آخر يوم. خلينا ننتقل إلى جناح المؤلفين. في هذا الجناح في أكو فقرة خط، هذا الخط يعني مثل ما تعرفون الفن العربي والخطوط العربية الكثيرة، فهم اليوم فكروا بالخطاط اللي موجود. اي شخص يحب عباره معينه او اسمه بين ما ياخذ جوله يلقى الاسم جاهز، ممكن يشتري باسعار رمزيه. مع الاستاذ هسه خلينا نتعرف عليه. يلا تعالوا يعني. السلام عليكم، ممكن الكرسي خلي اقعد هنا. الاستاذ شنو اسم حضرتك استاذ؟ جاسم حميد الخطاط. استاذ احكينا شوية عن فن الخط وعن هذا المشروع الخاص بي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور عبد الوهاب الراضي على هذا الدعم اللامحدود لنشر ثقافة الخط العربي من ضمن أجنحة معرض بغداد الدولي للكتاب. هذا يعني بما أنه أنت عندك موهبة لكن استغليتها بهذه الطريقة فصارت هي باب رزق أيضا. والله هي مو بس باب، مرات تعريف لأي واحد محتاج نخط له الأجنحة. الهدف من عنده هو التعريف بالحرف العربي الجميل والخط العربي للناس، وكيف تنكتب أسماءهم وأسماء عوائلهم بأجمل الحروف العربية وتشكيل معين، وفذلك لاقت إعجاب الأغلبية. يعني بالإضافة لذلك عندك برنامج تدريبي وتعليمي على كيفية تحسين الخط. أنا صار تقريبا 10 سنوات عندي برنامج لتحسين خط الكتابة الاعتيادية، أعطيت به العديد من الدورات المتخصصة للابتدائية والإعدادي والمتوسطة ولجميع الفئات المجتمعية، والحمد لله لقى نجاح. وفي 20 ساعة تدريبية نصل إلى نتيجة مبهرة، نقدر نحسن بخطنا وخاصة للصفوف المنتهية المتوسطة والسادس العلمي والإعدادي. هاي أول مرة لك بالمعرض؟ لا يعني عدة مشاركات حتى خارج العراق، يعني مو بس داخل العراق. معرض الكتاب هذه ثاني مرة، العام الماضي أيضا كان لنا حضور. شنو كان الاختلاف هذه المرة عن السابقة؟ والله هذه المرة التنظيم يعني قوي جدا، وكثرة الزائرين للأجنحة والكتاب ما شاء الله يعني بكثرة، والاطلاع دائما مثل ما دائما نشوفه. طلب اسماء هوايه، دا اشوف من الشباب ايضا اللي يجوك يطلبون اسماء. والله الشباب والبنات والعوائل ايضا، لانه التركيبه باسم العائله، واذا ياخذوها اللي ما يشتري كتاب او مشتري كتاب يقول لك خلينا ناخذ ويانا ذكرى من بغداد، وخاصه طبعا كثير جوني حتى من دول اجنبيه
من المحافظات بصرة. و يستغرق وقت انه كتابتك هسه تكتب اسم فاطمة؟ طبعا انا عندي شبر اكثر، صار اكثر من 10 سنوات بهذا الموضوع، فمرات بخمس دقائق كاملة. وهذا نوع الخط، ترى هذا نوع الخط بسرعة مو صحيح؟ لا لا، هو مو بسرعة، لكنه ما نحتاج ديش الدقة العالية حتى يعني نحتاج ساعة ساعتين، هذا يمكن بالمكتب بالبيت كاملة بساعتين او ثلاثة، بينما حالي بس نريد نشوف الحركة، الادوات اللي نكتب بيها شنية، نوعية الحبر، فمن تكون ورقة اي فور يحطها بإطار وتتعلق دائما يحس بذكرى وجمالية الحركة. هذه ايش قد سعرها هذه مثلا؟ والله على 3، واللي ما عندنا نسوي لها، وعلى 2 اسوي لها. الله يرزقك عمو. زين شلون واحد يقدر يتواصل وياك اذا هسه انت خلص اليوم المعرض اخر يوم، شلون الناس ممكن تجيك، وين يلقى مكانك؟ والله كثير اخذوا الكارت التواصل وياي، انا ورشتي بالبيت يعني للامانه، يعني مو بس هذا، انا اشتغل خط عربي على والحرف العربي، وظفته كحداثه على عده خامات من ضمن القماش والخشب وعلى اي شيء جمالي يدي. بس البعض يمكن يستخدم السوشيال ميديا حتى واحد يقدر يوصل فنه، يصير طلبات، تعرف انه صار رزق عن طريق التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستغرام. والله انا يعني المشكله بهذا الموضوع كلش ضعيف، وهاي من المشاكل اللي اعاني منها، يعني من يسالوني اقول لهم عندي صفحه على التواصل الاجتماعي لكنه كيف اصور، كيف انزلها، شوي عندي اشكاليه بيها. لازم تدخل دوره اعلاميه. بس واحد يدخل يمك دورة تدريبية. شكرا أستاذ جاسم. هلا بيك، يسلمك الله يا مرحبا. الله يخليك، وإن شاء الله آية الرزق لكم. أكيد مستمرين وياكم أحبتي المشاهدين. خلينا ننتقل لمكان آخر، ركن التواقية، مع الشباب اللي هماتين طموح لعتهم فكرة حلوة كلش حلوة، وهي يمكن 3 مكتبات. خلينا نتعرف أكثر وياكم. السلام عليكم، شنو اسمك؟ السلام ورحمة الله، أنا اسمي أحمد، طالب طب أسنان. إحنا مجموعة من أطباء تقريبا أصدقاء إحنا، فقررنا انه من البدايه من قبل تقريبا سنه وشهرين هيجي انه كل واحد يفتح متجره واحده، بس علي انا باقي اصدقائي ما موجودين، يعني احنا نتواجد يعني ناس تروح وناس تجي، فيعني تواجدنا وبدينا انه كل واحد بدا فكره من افكار، مثلا واحد فتح مكتبه، واحد فتح ستور يضم غير شغلات مثلا توت بوكس وغيرها، واحد فتح مثلا بروشات واستيكرات، واحد فتح مثلا المنزليه وهيك مثلا عتاب اللامات وبوكسات. انتوا اطباء اسنان يعني مستقبلكم مضمون والتعيين مركزي. اي مو اللي يقول لك انت ليش تسوي شيء بينما انت عندك تعيين عندك مستقبل. واحد يعني اكيد لازم يبدي بطموحات صغيره ويبدي يطورها، نفس الوقت انه الانسان لازم يمر بعده تجارب، يلا 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 ياخذ الموعظه والحكمه، يعني يبدي يتعامل ويا الناس، اهم شيء يكون يعني من هسه من قاعد يجي زبون لازم هو بعض، يعني احنا نقول كلمه زبون بس هو يعني هم اهل واقارب، احنا متقاربين بالبلد وبالاصل، فمن يجي احنا نعامله كمعامله معامله اهل واصدقاء، فراح نستفاد من المعامله انه شلون يعني نكون حريصين لارضاء الزبون، اهم شيء مخافه الله، يعني لازم مثلا اكو شغلات عندنا نجيبها احنا نستورد. تحكي ابو مهنه ما شاء الله، زين هذا ما يلهيكم عن دراستكم مالو طبيه صعبه؟ احنا نوازن بين وقتنا، الانسان الناجح اهم شيء يخطط وقته، يخطط يومه، مثلا يقعد يشوف هل الوقت هذا، اهم شيء يلزم ورقه وقلم الانسان، فيقعد يشوف هذا الوقت يحدده، مثلا الغرض محدد، يقعد الوقت الثاني حدده مثلا للدراسه، مثلا ساعتين للدراسه كمثال، يعني ساعتين للدراسه، ربع ساعه ينظم مثلا متجره، يجاوب الزبائن، يشوف يحسن التعامل، مثلا يحاول يطور مثلا من الاستيكرات، يسوي مجموعه مسابقات هدايا. الوقت المخصص اللي اي شخص عنده وقت مخصص سوشيال ميديا واكيد يتصفح، انتم مخصصين تجاره تستفادون. ممكن واحد يعني انه يتلهى يباوع غير شغلات او هاي، بس احنا مو نقول لك يعني مثلا من باوع السوشيال ميديا وهاي، هذا صار واقع من حياتنا يعني،
ف يعني طبيعي انه الواحد يبغى على السوشيال ميديا، بس انه الواحد لازم يحدد وقته. اهم شيء قلت لك مثلا يخلي ربع ساعه السوشيال ميديا بدل ما يخلي مثلا 3 ساعات يقعد هو ملتهي، مثلا يبدي يتعاون ويا اصدقاء الباقين، مثلا يقول انا عندي هيك منتج، انا عندي هيك منتج، هذا المنتج شنو يفيد، لو تتفضلين وتشوفين بضاعتنا. البضاعة بعثها على الطلب مثلا، هاي ايضا حكينا عن فن الجورنال. بضاعتنا حاليا مختلفة، مثلا هنا عندنا هذا بوكس الجورنال، احنا نستورده يعني من اختيارنا، ونشوف شغلات ما موجودة هنا نحاول نوفرها لل يعني اكو تجار الصراحة ما يجيبون انه الشغلة المضبوطة، فاحنا مثلا من نفتح هسه هذا راح نشوف الاوراق مختلفة، يعني كترتيب وكأوراق، هذا ما نلقى كل شيء هواية بمحلاتنا، اللي يعني يجيبون شغلات يعني المو ممتازة وهمت يعني يعرضوها بأسعار يعني تخت يعني مرتفعة نقدر نقول. يعني حلو عندكم إنه الجودة لازم تكون مطلوبة بالمواد. يعني شيء مختلف، شيء جديد، يعني من مرات إحنا قبل ما نبدي مثلاً نريد نروح نشتري، مثلاً نقول ليش هاي الجودة هي سيئة؟ ليش ما إحنا نجيب شيء يكون ممتاز؟ لأنه الإنسان العراقي يعني يستاهل ياخذ اي شيء اللي يكون مضبوط والافضل جوده، فنجيب له شغله زينه باسعار من ممكن تكون مقاربه للشغله الرديئه الموجوده بغير مكان. زميلك ايضا طبيب. يا اهلا وسهلا، اتعرف عليك. تفضل دكتور، شلونك؟ اسم حضرتك؟ انا حسنين زياد دوله. سلام. اطباء؟ اسمك دكتور؟ مصطفى هشام. اسم حضرتك؟ تعالي اسمك؟ عبد الله زاهر. والله انا كلش فخوره بكم، يعني طب اسنان بنفس الوقت عندهم 3 مكاتب، 3 مشاريع سويه. الفائده مالتها مو ماديه، بالعكس بما انه احنا نريد نفيد الطلاب اللي مثلنا اللي مثلا امكانياتهم الماديه ضعيفه، يعني انت شايفه الاسعار احنا كلها مناسبه، يعني ما عندنا شيء اغلى من 10,000 الا البوكسات الكبار او اللي بيها هوايه محتويات، فاحنا مو هدفنا مادي ابدا. صارت هسه سهله بما انه تدرسون دراستكم اهليه، يعني دراسه اهليه تحتاج مصاريف، فانتم شايلين مصاريفكم الخاصه. بالضبط بالضبط، هو يعني اي هو بالضبط. سالت الاخ شلون يتنظم وقتك. هو لازم تنظيم وقت، يعني الانسان الناجح ما يصير وقته مثلا كله لعب او كله دراسه او كله شغل، لازم اكو فد وقت مقسم، فلان ساعه اقعد، فلان ساعه اكل، فلان ساعه هيك، مثلا 10 ساعات اقرا، 4 ساعات ريست، هيك يعني اذا ما تنظمين وقتك انت تخسرين. طيب شلون تطورون هذا العمل حتى تخلوه مواكب لما موجود بالسوق بالسوشيال ميديا؟ حاليا احنا الطلبات مالتنا كلها قاعده تجي من الخارج، السيارات خاص الولد يجيبون الشغلات اللي ما موجوده هنا بالعراق، بحيث يبيعوها الناس تيجي عليها تقول هاي شغلات مميزه. زين من يجون ياخذوها بكميات، لان شغلات ما موجوده هنا، وينزلون الاسعار بحيث تكون اقل من المكاتب الباقيه اللي تبيع نفس الشغلات بس شغلات متواجده بكثره. وحاليا الولد اللي ضمن اصدقائنا بالبيج هم يدرسون طب، بس دوامهم بدا فما يقدرون يواكبون المكان، احنا شوي نساعدهم لان دوامنا شوي بدا متاخر، جينا وياهم يعني، فلذلك ساعدناهم. بعد هو بس هذا الغرض، احنا عندنا الاستيكرات هذين اللي نبيعهن عباره عن احنا نسويهن العراقيين، يعني نوصيهن. وهذا حلوه. شنو تحب تضيف؟ ما عندي شيء، هو يومهم بعد مهم. انت بس تساعدهم، اكو شيء معين شنو اللي انت المهمه اللي عليك؟ انا اذا كانوا هم مشغولين ويا غير ناس، انا اللي يجون انا وياهم اكون على الاسعار على البضاعه واجاوب. الاخ انا دا اشوفه، تفضل هنا يا اخويا، اني انا شفتك خلال المعرض 12 يوم انت موجود. خلينا نسالك سؤال حول الشباب، شفت مبادره صارت لهم، صار اكو شويه دخل عندهم اللي عنده واللي ما عنده، شلون شفت الاقبال على الشراء؟ الاقبال على الشراء والله يعني الايام اللي كانت وسط يعني نقدر نقول اول 6 ايام اول 7 ايام كانت الاقبال يعني الناس شويه اكثر، والشراء مات يعني شفته الحمد لله زينه. البارحه شويه يعني العالم هي بالبدايه عبالهم المعرض ينسد يوم 28 اللي هو يوم الاربعاء، بس مددوه لحد صار يوم 30 اللي هو يوم الجمعه الحالي. فمو كل الناس يعني عرفت انه المعرض راح يكون تمدد، كل الناس عبالها تجينا يقولون لنا اليوم اخر يوم، اليوم اخر يوم، شنو عروضكم؟ احنا نقول لهم نسوي لكم عروض من هسه وحتى اليوم الجمعه مستمره العروض. هيك ملاحظة معينة عن المعرض؟
والله الصراحة تنظيم هالسنة كلش حلو، وشفنا متطوعين هواية، يعني أنا الصراحة شفت أصدقائي من المجموعة الطبية شفتهم متطوعين هنا، وهم غالبا احنا نشوف يعني مجموعة طبية تكون مساهماتها كلش فعالة بأي مكان، مثلا إذا كانت زيارة أريد يفصل خطر. كانت من يفصل بشيء مفيد هذا جيد. اي الصراحه يعني يريد وسائل ترفيه، يعني لانه يعني يكون عليه زخم دراسي ونفسي ويعني تفكير زايد كلش هوايه، فيعني لازم شويه يريد يشوف يطلع يساعد الناس اي شيء. بس الحلو بهذا انه نشوف انه روحهم الانسانيه، اكيد شفنا من غير اقسام يعني قانون وغيرها من باقي شباب الجو. هسه شلون يتواصلون وياكم الناس؟ ركن التواقيع ومكتبة ستاركس مثلاً. عندنا احنا هذا الستور موجود على الانستغرام اكزوتيك ستور، وعندنا هذا بس هذا بي نوع من التسويق، مخلين ثلاثة اماكن حتى يصير على احسنتم طريقة حلوة. اللي يريدوها متوفرة عندنا، ان كان قرطاسية ان كان اشياء غريبة ان كان مثلا بروشات واستيكرات، وهذه هذول مال المحل يعني اللي هم سنت وستاركس واكزوتيك ستور اللي هو المتجر الثالث مالك. اي ترزق وان شاء الله اشوفكم باعلى المقامات وافتخر بيكم جدا، الله يحفظكم. حبيت نكمل وياكم لكن ناخذ فاصل بعدها راجعين. مشاهدين مستمرين بتغطيتنا المباشره من ارض معرض بغداد الدولي للكتاب دوره ال24، اليوم اخر يوم واخر لحظات، اكيد فئات وطاقات شبابيه وايضا فئات واصله في بغداد ومحافظات اجوا زياره العراق. الدكتورات أكيد اليوم أنتوا نورتوا بغداد، جايينا من تكريت نتعرف عليكم. دكتورة إيمان الفلاحي جامعة تكريت اختصاصي بيولوجي. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة أحلام الفلاحي جامعة تكريت لغة عربية. أهلا وسهلا نورتونا، هذه زيارتكم الأولى للمعرض خلال هذا اليوم. خلال هذه الايام احنا يعني نشكر اداره المعرض انه مدونا اليوم هذا حتى نقدر يعني نساهم ونشوف الكتب اي على اليوم جمعه، وقدرنا يعني نقتني كتب مهمه ويعني خصوصا مجالات البيولوجي بالميديسن اشياء يعني كل شيء كنا بالكتب الموجوده الكتب العلميه خاصه صراحه يعني كل منه سعره اكو اسعار كلش غاليه واكو اسعار لا مناسبه زينه اي فاخذنا يعني قدرنا نجيب الماده الموجوده المتنوعه واكو مواد يعني هوايه احنا كنا مفتقديها لقيناها بالمعرض، ونشكر اداره المعرض انه يعني بهذه السنه بالذات يعني نقول يعني اكثر الكابينات وهذه بمكان واحد، هذا يعني شلون سهل علينا التنقل افضل من السابق، يعني بالسابق كنا يعني نتنقل بعدة أماكن ويضيع علينا الوقت، لكن هسه هي قاعات متعددة قاعة واحدة يعني العملية أسهل واقتناء الكتب. بس مشكلة بالأسعار كانت يعني عالية. هي الكتب هي يعني المادة مالتها هي مادة علمية. مش راح تشتري أكثر من كتاب أكيد يعني نهاية الشهر راتب ماكو. أكيد. دكتور أحلام شو رأيك بالمعرض؟ طبعا نشكر إدارة المعرض. وهذا العام يعني يختلف عن كل عام لأنها يعني أولا يعني كثرة الزائرين وكذلك يعني جمع الكابينات والكتب بأنواعها بنفس المكان بنفس القاعة سهل علينا التنقل، والأسعار يعني حسب المادة، يعني مثلا الكتب العلمية هي أصلا والكتب الطبية هي أصلا غالية، باقي الكتب يعني كلش زينه. واحنا اقتنيتي كتاب؟ والله انواع يعني كثيره، هذه روايات متعدده اخذت، كتب عندي ال هذه كتب اخذتها اي روايات يعني شفت الدور العربيه المصريه عندها هواي روايات. نعم اي يعني طلعت على الكتب دار المعارف في لبنان والكتب المصرية والتركية وطبعا العراقية، واخذنا يعني اغلب الروايات من الكتب والمطبوعات العراقية. شكرا دكتورة، جولة ممتعة ان شاء الله تخصصوها تقول ايضا كتب اخرى. نشكر الله يحفظكم. شكرا لكم نورتونا. اكيد مستمرين بجولتنا، خلي نشوف اذا ممكن يحشون رابطة المجالس الثقافية البغدادية. السلام عليكم، شلون الصحة؟ شلون السد؟ الله يخليك. عرفينا شوية عن الرابط.
رابطة المجالس البغدادية الثقافية رابطة تكونت تأسست 2010، لكن هي يعني المجالس موجودة بحدود قبل 100 سنة، اللي هي مجلس المنتدى الربيعي، مجلس الشعر باف، مجلس السيد حسين هادي الصدر بالكاظمية، مجلس الجواهري. فهذه المجالس كانت عبارة عن ندوات ومحاضرات وكتاب وأشعار موجودين، قامات علمية كبيرة موجودة صورهم اللي موجود على قيد الحياة، منهم منتدى الربيعي اللي هو صادق جاسم الربيعي رئيس الرابطة أصلاً، ومنتدى موجود في الكرادة، الشعر باف اللي هو موجود دكتور حكمة ودكتور إحسان الشعر باف، آل مطر كذلك وآل الغبان محمد جواد الغبان موجود وما زال مفتتح المجالس مالته، دكتور علي عبد الرزاق محي الدين موجود المجلس وافتتحها عن قريب وبمحاضرات كثيرة ثقافية وأدبية بعيداً عن. قدمت رسالة المجلس هذا الثقافي لكل الزائرين من عرب من العراقيين الموجودين، أخذوا فكرة عن المجلس ورأيهم. وبصراحة يعني أشادوا بهذا المجلس، بالإضافة إلى أنه حضور إعلامية لبنانية لبنانيتان حضرت لهذه المجالس، وكذلك حضورنا في عبارة عن كتب جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني هي ثقافتنا في زمن كورونا، من خلال أنه التواصل المستمر وعرض هذه الندوات والمحاضرات، وكذلك الاطلاع الكبير والانفتاح على الجامعات والمعاهد والكليات بنشر هذه الثقافة والإشادة بشبابنا وجذبهم لهذه المجالس الثقافية. سنتي ممنونة جدا أساتذتنا، نقدر نحكي وياكم؟ نقدر نسولف وياكم شوية؟ السلام عليكم، شلونك؟ تعرف عليك عمو. أنا الشيخ بديع الشيخ على الخاقاني. يا أهلا وسهلا، شرفت بيك، الله يحفظك. شلون اليوم شفت الأجواء بمعرض بغداد واليوم الختام؟ جدا. يعني من ناحية الزائري، من ناحية التجمع، من ناحية العروض، رغم أنه بعض من عندهم يعني يشيلون غراضهم. لأنه ينتظرون الختام يعني، وتدري راح يجون كبار المسؤولين بالختام. بس كمعرض وأنا لاحظت الجانب النسوي كثير يعني مثقفات، وطبعاً تربطنا علاقات وياهم، وأنا قاعد يعني حملة كبيرة بالنسبة للمرأة يعني حقوقها والشغلات اللي تتعلق بها كذلك الرجل. وأنا صاحب يعني مؤسسة دار الثقافة والبيان، وعندنا نشاطات كلش واسعة، لكن كمعرض رائع جداً. فرصة أيضا اللي يعني تلتقون بدول أخرى، بناس تتعرف عليكم، تعرف نشاطاتكم، ممكن إنه تعرف رابط الرابطة المجلس البغدادي الثقافي موجودة على الفيسبوك، ممكن تتواصل وياكم، تعرف مجالسكم، تحضر، أكيد إنه المجالس موجودة بدعوة عامة، فأيضا هاي دعوة للجميع، لكل شبابنا كل الموجودين إنه يحضرون. أنا ممنونة، موفقين، إن شاء الله نشوفكم دورات قادمة، الله يحفظكم، أكيد إحنا مستمرين وياكم. شنو مصورنا؟ أخذ السدارة، السدارة البغدادية. هذه الستارة بغدادية، هذا تعتبر جزء من التراث البغدادي، وتسمى أيضا الفيصلية نسبة للملك فيصل الأول، هو أول من ارتداها، واعتبرت شعار للبغداديين. نعم. نشوف الأستاذ هنا لابسه، خليني نأخذ الفرصة. ومصورنا أيضا. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. وانت لابس الستاره ما شاء الله، منورنا، الله يحفظك. الله ينورك، رحم الله والديك. قسم الازياء التراثيه داقره منظمه التراث والارشاد، المركز الثقافي العراقي. نعم. اهلا وسهلا، تفضلوا. تعرف عليك اسمك؟ انا ابو مالك. يا اهلا وسهلا، هاي جيتك الاولى لو جاي خلال هال 12 يوم؟ لا، انا بالنسبه لي اجي مثلا مرات بدعوات ومرات بغير دعوات هم اجي. احنا بالنسبة ان كل يوم جمعة بالمركز الثقافي نسوي استعراض، احنا عبارة عن مجموعة، هاي المجموعة متكاملة، واحد يمثل الملك فيصل الاول الله يرحمه، واحد الاخ يمثل باشوات، واحد يمثل الوالي العثماني، انا امثل اطلع بالزي البغدادي، امثل البغدادي. نعم.
يعني فرصة أنه اليوم العرب والأطفال أيضا اللي ما يعرفون الزي يمكن تسائلوا على هذا الزي. إحنا يعني شلون نقول خلف كل صورة حكاية. هاي الحكاية المن إحنا نوصلها من خلال صورنا من خلال وجودنا للجيل ما نوصلها حتى يتعرفون. ذولا ما شايفين يجوز يسمع لكن شوف ما شايف وين راح يشوف من احنا نظهر له وراح يشوفنا راح يتاكد الماضي ماله يتاكد التاريخ ماله لهذا ميراثنا حضارتنا. سؤال اخير شنو رايك بالمعرض والاقبال على المعرض خلال هاي الايام؟ الاقبال جيد جدا ممتاز والناس كلها ده تجي باقبال وده تجي بشغف. شكرا استاذ موفقين وهاي فرصه حلوه اليوم للازياء التراثيه تكون لها مكانه هنا. نشوف شبابنا. السلام عليكم شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ سلامات؟ الله يحفظكم. يلا خليهم على راحتهم اريد نطفل عليهم. نعم منشورات مصابيح لكتاب الطفل. السلام عليكم شلونك استاذ؟ الايام شلونكم؟ عيون شو الاخبار؟ اليوم اخر يوم. اليوم والله اخر يوم. حزينين؟ لا والله سعداء لان تدرين شنو؟ لان دائما هناك امل. يعني القصة مالتنا اشتراها طفل قصة راح تروح لبيته يقراها ممكن ينطيها جارة يعني لا ينتهي هذا الأمل ولا ينتهي هذا الحلم. وإن شاء الله إحنا باكر أيضا رايحين معرض كتاب كربلاء لكتاب الطفل ومن ثم معرض الشارقة وهكذا دائما ندفع عربة الأمل. أيام حلوة مباركة أكيد لكم إن شاء الله. رأيك بصورة عامة بالمعرض بعد الختام؟ والله المعرض يعني يكفي عطر بغداد جان اللي هم أهل بغداد وكافة المدن العراقية. يعني هذا الجمهور الجميل هو سر نجاح المعرض. ملاحظة معينة عن المعرض؟ إنه جميل جدا يعني ورائع جدا وتمنى دعم أكثر من الجميع. لا نحدد أحدا دعم سواء وسائل إعلام الحكومات أي الجميع. أساس النجاح هو بالتعاون أكيد. بالتأكيد التعاون والتضحية والإرادة الحرة الشجاعة لازم تكون شجاع حتى يعني نستعيد بريق بغداد الجميل. أشكرك موفقين تحياتنا لكم وللرسالة اللي تقدموها دائما للطفل بتواجدهم في المعرض أو في معارض أخرى قادمة إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ الله يحفظكم. نودعكم اليوم نقول لكم مع السلامة أخواننا من مصر الله يحفظكم. أكيد مستمرين وياكم. أنا حابة أحكي شوية تركية بس ما أعرف إذا يقبلون نحكي وياهم. سلام عليكم سيد شونت الله يحفظك. أنتي هناية تعرفين عن البراند؟ مريم كو ألعاب من تركيا ومن تركيا أغلبية الألعاب. أنتي مريم؟ لا أنا صاحبتها. حلو زين أنتوا سكنتكم هناك بتركيا؟ هي إيه. وأنتي دا تساعديها هناية؟ إيه. الألعاب اللي دا أشوفها يعني هي صناعة تركية. الألعاب أغلبيتها من تركيا وصناعة جيدة جدا ونراعي بالأسعار. خلال هاي الأيام كلها أنت كنتي موجودة الاثنعش؟ أي. شو رأيك بالمعرض؟ حلو. حلو؟ أي. إقبال عليه شلون كان؟ كلش زين. زين. أنا أشوف هاي الألعاب المهارات بعي هذا البيت طفلة إذا مصورنا تاخذ الطفلة. يلا كملي ماما كملي. هاي اللعبة هاي شو يعني وهي مكان الرجل يحطون رجلهم مكان الإيد يحطون إيدهم لعبة ما توازن أو يعني شوي شوي يقدرون يتوازنون بها وشوي شوي يسرعون بها وهذا أيضا يساعد الطفل إنه النشاط هذا النشاط الدائم إنه يتحرك دائما وخاصة إحنا أغلب البيوت هسه مغلقة وصغيرة ما بها حديقة فشون الطفل يفرغ نشاطه هذه شقد طولها يمكن متر ونص مترتين بس تفرشها مكان وتلعب ويفرغ الطاقة. حلوة فكرتها كلش حلوة وسعرها يمكنها 200 جنيه. اي زين شلون اليوم اخر يوم فالناس شلون راح تتواصل وياكم؟ عندكم مكان خاص احتمال نفتح فرع ببغداد فيقدرون يتابعونا على الانستغرام مريم ستار كو. اوكي شكرا حبيبتي تحياتنا لمريم وآية الرزق لكم ان شاء الله. مستمرين بتغطيتنا هذه المباشرة. ها استاذ من ودعته يلا وصلت ان شاء الله. احنا ايضا نسلم عليهم لان هذا اخر يوم واحنا هوايه صارت عندنا علاقات معاهم اخوه وصداقه مميزه من سواء كان من العراق او من خارج العراق. خيط وسناره راح يودع خيط وسناره. السلام عليكم ماما شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. كنت
شنو خلصت اليوم فنشت؟ أي بعد يعني دنعزل. اي شلون كانت التجربه؟ والله يعني جدا ممتازه. انتم متميزين بالكروشيه، خلينا نشوف قطعه من الكروشيه الموجوده مثلا. هذه تعلاقه مال نعم يسموها مكرميه. اي عندنا والله كان هواي شغلات، عندنا مثل جنط حياكة، كان عندنا مال تيليكلينس، عندنا مال شو يسموهن اثواب مال اطفال، كله كان موجود. بس يعني شنو هاي اللي يسموها هاند ميد، ما اعرف شو يسموها. انت ما تشتغل هاي الشغلات؟ ما بس انا بس ابيعها ما اشتغل بيها. يعني هو احنا اهلي بالبيت، عندي مثل امي اخواتي كلهم يشتغلون بالبيت. يا عيني ماما هم يشتغلون وانت اللي تبيعها بالدول. زي ما تحب انت تتعلمها؟ لا يعني شلون واحد يقول مال يعني مو اي بالضبط. بس دا اشوف اشياء ثانيه مثلا انت تحب هاي مال العاب الكرتون وهاي السوال اشتغل بيهن. اي نعم شلون يعني شنو اللي مثلا الشخصيات الكرتونيه اللي بهاي الفتره يعني مرغوبه مثل وان بيس الدراكن بول كلهم. طيب زين انت شفت افتريت سويت جوله خلال هذه يعني الايام؟ لا مو هواي بس امس شويه افتريت، البارحه امس افتريت. رايك بالمعرض بصوره عامه؟ انا يعني من وجهه نظري ما ادري، لان انا هالسنه وقفت اشوف هالسنه يعني الزحم كلش قوي على المعرض بشكل مو طبيعي يعني. بس عدا هاي اليومين الاخيرات يعني الحركه مو كل. والشراء شلون كان عليكم؟ كلش زين الحمد لله. الحمد لله ربحتوا؟ يعني الحمد لله بنسبه نقول جيده، ما كنتوا متوقعيها ممكن؟ يعني انا بالنسبه لي ابد ما كنت متوقعها. اي كنت متوقع يعني نصها تقريبا. شلون الناس ممكن تتواصل وياكم؟ عن طريق الباركود بيج بالانستغرام اسمه خيط وسنارة لا 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 كله مكتوب البيج مختص بالاعمال اليدويه. ان شاء الله موفقين. تحياتي لماما والاخواتك وايت الرزق لكم. حلو انه انت تساعدهم، ولد صغير دا يساعد امه واخواته وهو اللي يبيع بدالهم وما يشتغلون بالبيت. احييك ماما الله يرزقك حبيبي. السلام عليكم سيد سونيس. اوكي واحنا طالعين طلعتي بالكاميرا، تحياتنا لها الله يحفظكم ان شاء الله. خلينا نستمر شويه بجولتنا نشوف اللي يقدر يحكي، احنا ما نريد نضايق الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم اخونا من مصر، شلونك؟ ممكن تجينا هنا؟ شلونك؟ كله بخير الحمد لله. الله يحفظك، اليوم اخر يوم، نريد نسمع منك كلمه اخيره. لا والله المره كان تمام وزي الفل الحمد لله، والحمد لله خلص على خير وان شاء الله الموسم اللي جاي نكون موجودين يعني. شلون كانت المبيعات؟ كانت كويسه الحمد لله ايام وايام بس كله بخير يعني. عامة كنت متوقعين ام يعني برنج توقعاتكم للمبيعات؟ يعني قريب من نفس الرينج يعني الحمد لله. تمام اليوم راح تغادرونا، احنا اكيد نرسل تحياتنا لاهلنا مصر وان شاء الله هاي مو اول مره وتجونا مره ثانيه. لا دي اول مره لي انا. ان شاء الله تجونا ان شاء الله. هنيجي الموسم اللي جاي واللي بعده لحد سنين كتير جايه ان شاء الله. شكرا لك موفقين الله يحفظكم ان شاء الله توصلون بالسلامه. السلام عليكم يا اهلا. تعرف اهلا وسهلا، يعني علي عبد الامير. اي شنو تعمل؟ والله انا لاعب منتخب العراقي تنس الطاوله. الله يسلمك شكرا جزيلا. عمار فاروق. شخباركم؟ شوية تقرب أستاذي هناي حتى ناخذكم بالصورة أوضح. والله الثانية يعني خلال هذا المؤتمر أو المعرض الثانية، احنا سابقا نحضره كل سنة بس هالمرة عجبني انجمرت يعني. اي والله الحمد لله وشكر يعني الأجواء حلوة ولطيفة وخصوصا المكان أعتبره مكان صحي، لأن ممكن هو بس النظر للكتب يعني هو متعة. تبضعنا بعض الكتب اللي نحتاجها وتعرفنا من خلال المعرض على ناس طيبه يعني وناس عقولها فاهمه وعندها اطلاع يعني على اللي سيحدث، والمكان جميل وان شاء الله يتكرر يعني بصوره اكبر ان شاء الله، يعني دور النشر تكون اكثر من دول مختلفه خصوصا الدول الغربيه يعني حتى يصير عندنا اطلاع اكثر يعني ان شاء الله. كتب رياضيه لقيت؟ والله ما حصلت كتب رياضيه ويعني هاي تقريبا نادرا نحصلها. بس كتب مثلا مختلفة انه ثقافية بصورة عامة، تعرف تاريخ العراق شلون نشأ العراق خصوصا تاريخ العراق يعني تاريخ عميق فتحتاج لانه تبحث فيه، واعتقد قد ما تبحث قد ما تطور نفسك فيه يحتاج وقت يرجع الى 6000 سنة 4000 سنة فهذا يحتاج بحث طويل. طيب شنو رأيك من المعرض؟ والله كلش حلو تونسنا به يعني. شنو أكثر شيء عجبك من المعرض؟ كله بصورة عامة
طيب احكوا لنا على مجالكم الرياضي في بطولات. والله احنا لاعبين منتخب العراقي لتنس الطاوله للمعاقين، عندنا الكثير من الانجازات الدوليه والعالميه العربيه. اخر انجاز تحقق بطوله السعوديه الحمد لله شكر الميداليه الفضيه، وبعد اسبوعين ان شاء الله متوجهين دوره العاب الاسيويه بالصين ان شاء الله. ويا انت بالصين؟ انا لا مو يا انا بعد عندي بعض زملاء. اربع استعداداتكم للبطوله؟ والله استعداداتنا للاسف اقول فقيره، بس ان شاء الله احنا بهمتنا وتدريبنا يعني ان شاء الله نقدر نحقق نتائج طيبه ان شاء الله. يديرون بالهم عليكم. الله يسلمك. شرفتونا وانتم اكيد رفعتوا راسنا وان شاء الله ترفعون راسنا بالقادم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شويه بس الملاحظه على الكتب الرياضيه، مثلا سيره رياضي، نشاط بدني وغيرها، هاي الكتب العلميه ممكن راح تفيدك لو تواجدت تقراها. احنا يعني بالنسبه للعبتي انا ابحث عن لعبتي لعبه تنس الطاوله، كل المصادر اللي احتاجها اخذها من موقع الاتحاد الدولي بالنسبه للقوانين او التصنيف الطبي للاعب او علم التدريب، كلها ماخذها من الاتحاد الدولي باللغه الانجليزيه، احنا نحاول نترجمها. احنا نفتقر لهيك معلومات 100%، هذه احصلها يعني اذا على 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 مستوى لعبتي مستحيل القاها بالعراق هاي الكتب، بس بصوره عامه مثل علم التدريب او علم الاداره بالنسبه للرياضه ممكن احصلها باماكن خاصه يعني. نعم بالضبط. حلوه هاي الملاحظه واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تروحون راسنا والصين. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا لكم. بارك الله. اكيد احنا مستمرين وياكم تغطيتنا بهذه المباشره من ارض معرض بغداد الدول للكتاب. ينابيع من مصر نقول لكم مع السلامه. ممكن سلم عليكم، شرفتونا ونورتوا بغداد. اهلا وسهلا بكم. الشرف لنا. انت عراقي ومؤكد الوكاله العراقيه. حلو. شو رايك بالاجواء المعرض خلال هاي 12 يوم؟ والله ترتيب كلش راقي، يعني اجواء راقي والناس مرتاحه الحمد لله. شلون كانت نسبه المبيعات عندكم؟ والله الحمد لله سنه على سنه تفرق للاحسن ان شاء الله. ان شاء الله تستمرون بالمشاركه. شكرا جزيلا جميع الشعب. عندك ملاحظه معينه على المعرض؟ لا كل الشكر، كل التوفيق لكم. شكرا لكم. ان شاء الله مرزوقين، الله يحفظكم. خلينا نشوف الاجواء الاخيره اللي موجوده بالمعرض. البعض منهم راح يرحل حسب هو توقيته، حسب استعداده بالسفر وغيرها، والبعض راح يستمر لحد 10. فانتوا هاي احنا بعد ساعات ممكن تلحقون على الموجود ان شاء الله. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم استاذ، شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. كان اكو اقبال على نوع المواد اللي انت عارضها هاي البغداديات وغيرها؟ والله ست يعني بعد اراد الشعب يعني انه لازم يتثقف اكثر، يعني الشعب ما عنده يعني شلون ديك الاقبال على هاي مثل هاي التحفيات اللي هي البغداديات او الاثار العراقيه، ياخذها بغير نظره يعني. نعم ست. يعني كان الاقبال عليكم قليل ضعيف؟ ضعيف. نعم ست. نعم ست. لان يعتبروها من المجسمات او يعني شلون يقول لك تمثال بالبيت حرام ومن ال... نعم. بس هي ممكن تصير ديكور حسب المكان يعني مثلا. الحضاره هي عباره عن حضاره العراق كلها، يعني انا ما جايب شيء يعني، هي حضاره العراق كلها فقط. واكو بيها صغيره يعني ممكن تتخلع تترتب بمكتوب على نعم بغداديات او تراثيات او حضاره. نعم. حسب اكو اماكن مثلا عندك انت همات المستقات هاي على الثلاجه وغيرها المغناطيسيه. نعم. وهذه همات. شكرا لك. الله يحفظكم. ما اعرف يعني كل من بعد ورايه بهذا الموضوع. السلام عليكم استاذ، انت متطوع؟ يا عيني. وما تعبت؟ والله ايامنا تعب احنا متطوعين. والله دائما نتعب، انا مديك ظل المعرض حلو. شنو قدمت من خدمات يعني انتم خلف الكواليس ما حد يعرف شنو قدمتوا من هاي هذه الفتره 12 يوم، شنو قدمتوا من خدمات؟ كنا فريق الدعم اللوجستي، انا ضمن فريق الدعم اللوجستي، فيعني اغلب الناس اللي يدورون على دور او شيء متيهين احنا ندليهم، مثلا علاليق يوزع المعارض، يعني اشياء لوجستيه، مثلا واحد تيه مبادره تقرا ما يعرف احنا نساعدهم بها. شفت كامل من 10 الى 10؟ لا احنا شفتين من 10 الى 4 ومن 4 الى 10. ملاحظاتك على المعرض حتى لو انت متطوع، في شيء معين حتى نطور مثلا؟ اي والله ما هو ما شقاقي، بس انا اكثر شيء كانوا يحكون عليه سالفه العلاليق، يعني قليل توصل للدور. اي فهي بس هاي السالفه و يعني هذه تنطي من المعرض من اداره المعرض؟ اي مجانيه هي للدور؟ اكيد اكيد كلها مجانيه، بس يعني كميات قليله شويه فما اقدر اوزع، ما شاء الله الدور هواي فما اقدر اوزع كل الكميات. ملاحظة مهمة، يعني لازم يزيدون العدد بعد أو يخصصون فد عدد معين لكل دور. يعني نوزع احنا كل يوم الصبح نوزع،
بس تقريبا كم عندك؟ تقريبا اليوم احنا وزعنا يمكن 1000 فوق 1200 تقريبا. انا حسابي تنفيذي. اي شكرا لك. شارك بعد مره ثانيه لو تقول انت تعبت بعد تشارك لسه. اكيد كل سنه ان شاء الله هنا تلقوني. اشوفك بالخير والعافيه. الله يحفظكم. الله يخليكم. اكيد احنا وصلنا وياكم للختام. هذه الجوله الممتعه كانت في ارض معرض بغداد الدولي للكتاب. خلصنا على مدار 12 يوم قدمنا لكم كل ما هو موجود في هذا المعرض. كانت تغطيه تحياتنا لاداره قناه الايام الفضائيه اللي خصصت هذه الايام وهذه الساعات وهي التغطيه الاولى من نوعها. ماكو قناه عراقيه غطت المعرض بغداد الدولي للكتاب بهذه الامكانيه بتخصيص كوادر سواء كانت في المعرض او في القناة ومقدمين للمعرض بغداد الدولي للكتاب من أجل أمة أقرأ. ختاما تقبلوا تحيات من في قناة الأيام الفضائية من مخرجين أمير وأسل وأيضا إخواني اللي شاركوني في على مدار 12 يوم. تحياتنا لزميلنا علي أحمد مقدم اللي شاركنا أيضا في 5 أيام وأيضا للمصورين خاف أنسى واحدة وعولي أولهم أكيد مسؤول المصورين حيدر مهدي وأحمد بيرم وجعفر الرئيسنا مبروك إله وأيضا كرار سلام وأوس ومحمد سلمان والجميع وأسفة إذا نسيت أحد. وختاما تقبلوا تحياتي نور العلي. شكرا لكم. إن شاء الله نلتقيكم في الدورة القادمة. إلى اللقاء.